لمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من معرض الكتاب الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري. أهلا بك محمد. الكثير من الزوايا والنوافذ الثقافية فتحت من خلال هذه المساحة الحرة من المناقشات والتلاقي والرؤى الثقافية. بالتأكيد، ما رصدك لتفاصيل اليوم في المعرض حتى هذه اللحظة؟ نعم، يعني زميلتي نهى، بعد تحية وتحية لجميع مشاهدي التلفزيون المصري، نتواجد معكم الآن من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، وبالتحديد في القاعة التي تحمل رقم 2، وتشهد إقبالا كبيرا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخامس للمعرض. يمكن هذه القاعة تمتاز بالعديد من الكتب المتنوعة والتي تلاقي استحسان العديد من رواد المعرض. نتحدث عن الكتب الثقافية، الكتب الخاصة بالفلسفة، الكتب الدينية، الكتب الخاصة بالتاريخ والآثار والحضارة المصرية. أيضا هناك تنوع في الكتب الخاصة بالتسويق الإلكتروني والذي يجذب شريحة كبيرة من الشباب، اللي طبعا الاطلاع عليهم من خلال إنشاء بعض الشركات الخاصة بهم والمعرفة والتثقيف فيما يخص هذا المجال، المجال التسويق الإلكتروني. أيضا يعني اليوم كما ذكرنا هو اليوم الخامس، هناك إقبال كبير من المواطنين، ونلاحظ أيضا إقبال كبير من الأسر المصرية الذين أصروا أن يأتوا بأطفالهم داخل المعرض، لطبعا لتحقيق يعني نقلة كبيرة في المعرفة والتثقيف من خلال تواجد العديد من الكتب المتنوعة الخاصة بالأسرة المصرية والخاصة بالشباب. من يزور معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55، هناك العديد من الفعاليات الثقافية والفعاليات الرياضية والفعاليات الفنية. يمكن يعني في اللحظة التي أتحدث إليك فيها الآن هناك ندوة خاصة عن التاريخ المصري الفرعوني يديرها الدكتور زاهي حواس، وندوة أخرى يديرها وزير الشباب والرياضة خاصة بالشباب والمعرفة وكيفية الاهتمام بالصحة العامة للشباب في مختلف محافظات مصر. هذه القاعة يعني وغيرها من القاعات تمتاز بإقبال كبير من المصريين والعديد من الجنسيات الخاصة التي جاءت للاطلاع على معرض القاهرة الدولي للكتاب. يمكن أيضا يعني لاحظنا منذ قليل يعني قيام بعض منظمات المجتمع المدني بإطلاق بعض المبادرات الخاصة للخدمات لرواد المعرض، وهي مبادرة تدعى يعني أو كما تسمى عينيك رايقة. هذه المبادرة جاءت للكشف على العيون من قبل بعض الأطباء المتخصصين لرواد المعرض. طبعا يعني كما نعلم أن القراءة تحتاج إلى العديد من التركيز في الكتب، ومن هنا جاءت هذه المبادرة للحفاظ على عيون يعني رواد المعرض، وكيف إذا كان هناك مشكلة لبعض يعني المواطنين كيف يمكن تفاداها وكيف يمكن معالجتها من خلال قراءة الكتب. نذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55 يعني هو أقيم على 80,000 متر مربع، ويعني يحتوي على 1200 دار نشر، ويعني يوجد به أكثر من 5255 عرضا من مختلف الدول العربية. نؤكد أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يؤكد دائما أن مصر كما هي كانت بلد الحضارات هي أيضا بلد المعرفة وبلد الثقافة. وكما ترى يعني الصورة خلفي هناك العديد من المواطنين والآلاف من المواطنين، يمكن عدد الزائرين اليوم في اليوم الخامس تخطى 1,350,000 زائر حتى الآن. يمكن هذا هو المشهد لدينا من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، وأعود إليك مرة أخرى. محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا على متابعتك.